حسني مبارك ظلم نفسه. حسني مبارك مفروض سنة 2002 أول ما وقف مجلس الشعب، أنا كنت حاضر الجلسة دي، كنت قايم عضو مجلس الشعب، كان تنحى ومشي. إنما العشر سنين بقى من 2002 لغاية 2010 أو 11 تقريبا تسع سنين كانش هو اللي بيحكم، ودفع ثمن كل الخطايا والأخطاء اللي كانوا حواليه بيحكم، كان بيحكم 7-8 تانيين يرجعوا. يعني حسني مبارك يقول لك ما كانش قائد الضربة الجوية الأولى، أمال كان إيه؟ شادي زبادي كان قائد الضربة، لا كان قائد الضربة الجوية الأولى. أقول لك إيه؟ ما هو ما كانش سايق الطيارة. طب ما أنا رئيس نادي الزمالك، لما الزمالك ياخد الدوري والكاس يقول لك هو ما كانش بيلعب، أنا رئيس المنظومة. يعني أهم حاجة في المنظومة هو رئيسها والناس اللي معاه. خالد الغندور. خالد زملكاوي بس بحالات. يعني أنا منبه عليه لما تستضيفني في مكالمة تليفونية ما تجيبش حد بعدية عيل عبيط يرد علي، ما ينفعش. أنت بتكلم رئيس نادي الزمالك متحدث رسمي باسم النادي، فما ينفعش تجيب عيل بعدية، فبيعمل حركات دي كتير، بس هو في النهاية زملكاوي بندق.